دكتور محمد، كنا نتكلم عن عناصر وأدوات استدامة ما شاهدنا في شمال الباطنة، وكيف ممكن أنه نشتغل على بعض الجوانب نكون أكثر جاهزية. الهمة موجودة، روح العطاء موجودة، نبقى محتاجين يمكن للتأكد من كفاءتها بشكل كبير، هذه الجهود كلها في أي طارئ ممكن يكون خلال الفترات القادمة. معلي، احنا في كل سؤال ربما يعني نأتي بجانب نظري بعض الشيء، لكن مهم في هذه اللحظة يعني حتى نستكشف، كأننا اليوم نعيد استكشاف الروح العمانية من جديد. أنا أذكر في أعقاب جونو ويمكن معاوية وأنا الآن جالسين نعود الجونو. لماذا؟ لأن حقيقة تلك اللحظة الفاصلة من تاريخ عمان هي التي في تقديري صنعت الشرارة، صنعت هذه السنة، أوجدت هذه الحالة من الاستمرارية، وحمدا لله أنها استمرت، يعني حمدا لله أنها بقيت ولم تخبو ولم تخمد إلى الآن، لله الحمد لله. فأذكر أن كنت في نقاش مع أحد أهل الفكر وهو مسؤول كبير كذلك ومن أهل النظر والتأمل، فكنت يعني أظهر له دهشتي من الحراك العماني في أيام جونو والهبة الشعبية التي كانت بنفس مستوى الزخم تقريبا، لكنها لم تكن بنفس مستوى الانتظام الذي نعيشه اليوم. نفس الروح، لكن اليوم الانتظام أفضل وأحسن. فقال لي: لماذا العجب، لماذا الدهشة؟ يعني أنا يقول هو: أنا في تقديري أن لو حدث عكس ذلك لكنا مندهشين. الله، يعني لو لم يكن للعمانيين حينها ردة الفعل تلك تجاه ذلك الحدث، ووجدنا تخاذل أو تكاسل أو خمود في الهمة أو عدم وقوف العماني مع أخيه العماني، عندئذ سنعجب وسنندهش. الأصل أن يكون أن تكون هذه الهمة، أن يكون هذا التلاحم، أن يكون هذا التضامن هو سيد الموقف في اللحظات الحرجة، هذا هو الأصل، وخلافه هو الذي يمكن أن يثير الدهشة. نعم. فهذه الروح كيف يمكن اليوم أن نؤطرها، أن ننظمها، أن نحافظ عليها؟ يا أخي معاوية قبل قليل يذكر بعض الصور، وكلنا شهود، يعني أمر عجيب، يعني في لحظات الأزمات تبين معادن الناس، تبين معادن الشعوب، تبين معادن الشعوب وتبين معادن الناس في ذواتهم كيف يتصرفون وكيف يتعاملون مع المواقف. طابور من المتطوعين ينزلون المؤن في يعني ضمن فريق بديه الخيري وكذلك الهيئات الداعمة له، يعني معاوية تحدث عن بعض ما شهد، أنا أتحدث عن بعض ما شهدت. وفي هذا الطابور مديري المدارس وضباط عسكريين ليسوا في وقت الخدمة، بعضهم متقاعد وبعضهم ليسوا في وقت الخدمة، مديري دوائر، شباب في أعمار للتو خلصوا الثانوية ولا للتو التحقوا بالكلية، بعضهم من الموجودين على الأقل أنا شفت اثنين من الإخوة هم حملت درجات علمية عليا، وبعضهم متقاعد من قطاعات، وكلهم بالسوية ينزلوا هذيك الكراتين من الشاحنة لين يوطوهن في المركز الإغاثي في مدرسة نسائم. نعم. في مدرسة نسائم في السويق. يعني هذه الحالة والله أنا بعضهم أنا أشفقت عليه، يعني لأن بعضهم بعض الشيء كبير في السن، كبير في العمر، ومنهم الشيخ اللي له وجاهة وله حضور مجتمعي كبير، وبعضهم حقيقة كبار في السن لدرجة أني أنا أشفقت عليهم، يعني قلت لهم يكفي من العمل، يعني اتركوا المجال للشباب، يعني حتى يقوموا بمهامهم، ويكفي منكم العرق يتصبب منهم. يعني هذه حقيقة هذه المشاهد لا يجوز بحال من الأحوال أن نتركها مشاهد لحظية. نعم. أولا توثيق هذه آثار هذه الروح العمانية، توثيق إعلامي سليم صحيح تنهض من خلاله الأجيال، يعني الأجيال القادمة سيكونوا شهود على هذه اللحظة كما وثقت أحداث جونو وما وفيت. نعم. وما بعدها، ووجدنا آثارها إلى اليوم، يستطيع الشاب هذا ابن 20 سنة اليوم يجد هذا التوثيق ويكون له مدد من الطاقة. ينبغي أن توثق هذه المشاهد توثيقا إعلاميا رصينا حتى نتجاوز بها اللحظة إلى المستقبل.